هذه العمال والطلبة، أن هذه حرب بين الرأسماليين، بين النصوص الكبار الذين يتشاجرون على النهر، كل منهم يسعى للحصول على نصيب أكبر. أكبر عدد من الدول للنهر، أكبر عدد من الدول لقطعها واستعبادها. وخذوا خصصوا طبقة الجامعة على سبيل المثال. قد يكون الأمر مذهلا وخاصة للرفاق الفلسطينيين، ذلك أننا نفسر الصراع الوطني من خلال الصراع الفلسطيني، وهذا في محله، ولا سيما إذا فهمنا السياق العالمي، سياق يحكمه نمط الإنتاج الرأسمالي، ولا سبيل لفهم صراعنا مع دولة الاستعمار إلا من خلال فهم نمط الإنتاج الرأسمالي. وهنا تأخذ كتلة اتحاد الطلبة التقدمية دور الطبيعة في محاولة الفهم أولا، ثم تكوين صورة واضحة قدر الإمكان حتى يكون الفعل صوابا. بهذا ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في كتلة الاتحاد، أعرض عليكم مبادئ إطارة الطلاب الثورية والتي ستكون ركيزة كفاحنا. دعونا أولا ألا ندفع أنفسنا، إن الكفاح القادم سيكون عنيفا جدا ومن كل النواحي. الدموع لا تعطي قوة، والقوة لا تكرف الدموع. أيها الزملاء الأصدقاء والرفاق، لماذا نحن هنا؟ لأننا نقاتل. من أجل ماذا نقاتل؟ نقاتل من أجل العمال، والعدو هو البرجوازي، إنهم الأعداء الداخليين والخارجيين، إنهم طبقة رأس المال الفلسطيني الذي يملك السلطة والاستعمار الصهيوني، وكلهم في نفس الخانة. يجب أن نعلم بالضبط لماذا نحن هنا؟ ولا زمن الهدى بالأشخاص والتغني بالشعارات والبكاء على أبطال التاريخ الغابر. يجب أن ننتج معرفة ونقوم بالتحضير للدورة القادمة. لهذا زملاء الطلبة، ندعوكم لمشاركتنا هذه المرحلة الدورية من كل النواحي. إننا في كتلة الاتحاد نناضل من أجل التنوير لبناء مجتمع فلسطيني على أرضه كاملة، مجتمع تعبدي ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية. ونناضل من أجل تنوير المناهج، ونرفض حل أزمات الجامعة المالية على حساب الطلبة. نحن اليوم نخاطب عقولكم لا قلوبكم ولا جيوبكم. وحدث هذا اليوم ما هو إلا طلبة من غير. هكذا نستقبل طلبتنا الجدد ونستقبل الحضور الكريم. وأختم بما قاله رفاقنا مارك وإنجلز في البيان الشيوعي، ويعلم الشيوعيون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، وينادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلا بإسقاط النظام المجتمعي القادم. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة الشيوعية، الله أوقاتكم وتحياتنا للجميع.
هذه التحية التي كان يستخدمها الشهيد نزار بنات عندما يلتقي برفاقه وجميع محبيه. للتعريف، أنا اسمي غسان بنات، الشقيق الأكبر لنزار، وأخونا سفيان جمجوم من الكوادر الوطنية والنشطاء السياسيين المعروفين في هذا الوطن، وأحد رفاق نزار بنات، وأخونا أشرف الشويكي كذلك من القامات الوطنية وأحد رفاق وأصدقاء نزار المخلصين، وتحمل من نزار الكثير، كان أكثر واحد مشاكس لنزار اللي هو أشرف. في البداية زي ما البرنامج بين إيدينا ما بدناش نطعن الخط، ولكن باسمي وباسم العائلة قدم الشكر لجميع الإخوة والرفاق، جميع طلاب جامعة بير زيت، المنارة العلمية والمنارة الوطنية التي يتشرف بها الشعب الفلسطيني، والتي خرجت الكثير من الشهداء والأبطال والجرحى والأسرى. كذلك نتقدم بالشكر إلى إدارة جامعة بير زيت لاستضافتنا في هذا الصرح العلمي الشامخ. ولد نزار بنات بتاريخ 27/8 للعام 1978 في منطقة الخليل خلة حاضور، وهذه المنطقة كانت وما زالت وستبقى هي السد المنيع أمام توسع مستوطنة قريات أربعة. منذ نعومة أطفالنا عشنا على الشيك المحاذي لمستوطنة قريات أربعة، وحتى هذه اللحظة اللي تقسيمات أوسلو للأسف الشديد بسموها H1 و H2، احنا ما عندنا لا H1 ولا H2، احنا طلعنا من عيلة فلسطين بالنسبة إلنا زي ما علمونا إياها الختيارية، فلسطين هي من النهر للبحر، من المية للمية، دون ذلك لا نعترف بشيء. عاش نزار في مدينة الخليل وبالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف لغاية مسار عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، بعدها انتقلنا للعيش في السعودية مدة 3 سنوات، درس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية الإحساء أو الهفوف، وهي منطقة معروفة يعني مشهورة بنخيلها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأردن، درس نزار في المدارس الأردنية لغاية الثانوية العامة، وكان من أوائل المملكة الأردنية الهاشمية. ثم قرر أن يختار الدراسة في الجامعة الأردنية وتخصص لغة عربية. نزار معظم حياته يعني فيها مفارقات وفيها عبر. ليش نزار اختار الدراسة باللغة العربية مع العلم أنه يعني من أوائل المملكة بإمكانه يدرس أي تخصص بده إياه؟ لأن والد نزار في العام 1968 كان الثالث على المملكة والأول على الضفة الغربية، وقرر خليل بنات أنه يدرس لغة عربية في الجامعة الأردنية، وبذلك نزار أعاد التاريخ ودرس زي ما درس أبوه في الجامعة الأردنية. بعد ما أنهى دراسته
انتقلنا للعيش في الخليل، يعني جزء من الجرح اللي تسبب فيه استشهاد نزار، وأنا بحكي من منطلق عائلي ومن منطلق شخصي، وأنا بعرف أنه خسارة نزار خسارة للشعب العربي الفلسطيني، ولكن أنا وأخوي عشنا مع بعض 25 سنة في غرفة واحدة من الخليل للسعودية للأردن ثم العودة إلى الخليل. نزار ما اشتغل موظف عند أي حدا، ونزار لم يكن مقتنعا أن يعمل أجيرا عند أي إنسان، سواء بقطاع خاص أو بقطاع عام. نزار كان بيحب الجبصين، الإدهان، الديكورات، الخزف، الأعمال الخشبية، الأعمال الزجاجية، هاي كانت هواياته. حاول يدرس في بعض المدارس، ولكن بداية الانتفاضة الثانية يمكن انتم ما لحقتوش، ما كانش عندنا في انتظام للدوام، انطلق نزار باتجاه العمل الحر، وكان عنده منجرة. لذلك نزار لا عنده أجندات دولية ولا مدعوم من جهات خارجية. عاش نزار فقيرا واستشهد فقيرا، وهي منجرته موجودة. كيف تطور نزار إلى الناحية السياسية؟ نزار لم يكن له أي سقف سياسي، ما كان موجود عند أي مربع لأي فصيل سياسي، كان محسوب على الجميع وضد الجميع، يحب الجميع ويجلد الجميع. رفع نزار شعار خاص فيه، ويريت كل هيتنا احنا نعمل مثل هيك، وهذا شعار صحيح، لانه احنا جزء من انخفاض المنسوب الثقافي عندنا، احنا بطلنا نقرا. فكان نزار عنده مكتبه بيقول انا الكتاب اللي بدي احطه على الرف في بيتي لازم انا اقراه، احطه في راسي في دماغي، بعدين احطه على رفوف المكتبه. عدة سنوات ونزار يشتري كتب ويقرأ، كتب تاريخية، كتب دينية، كتب سياسية إلى آخره. بعديها انطلق إلى العمل العام. جزء من العمل العام اللي كان يسويه، والله كان يشتغل أكثر من وزارة السياحة، على غرار وعلى نهج الشهيد البطل باسل الأعرج. كان في عند نزار نظرية انه لازم احنا نعرف بلادنا باللغة المحلية. هيك اشتغل في موضوع المسارات والرحلات. ما بدنا فلوس، تعال كل واحد يدفع اجرة هالباص وجيب اكلك وشربك معك. كل يوم جمعة يطلعوا هالشباب معاه، بلش من جنين وانزل، لم تبقى قرية ولا جبل ولا واد ولا نبعة مية إلا زارها نزار، والله يرحمه يعني ما كملش هذا الموضوع. والرفاق اللي بعد نزار ما زالوا مستمرين، وأنا كنت مبسوط إنه الجمعة الماضية نفس الشباب نظموا كمان مسير لنستكشف بلادنا ونحب بلادنا. الله منتشرف فيكم، شكرا. بالناحية السياسية منعيد ومنأكد، ما كان في سقف سياسي عند نزار، كان موجود عند كل الفصائل كل القوى السياسية. وإحنا بدنا نرجع شوي للتاريخ. ناجي العلي كان محسوب على الجميع. كيف كان ينتقد ناجي العلي المسار الوطني والسياسي لقياداتنا؟ بالكاريكاتير،
ما كان في وسيلة في تلك الأيام إلا الكاريكاتير، فكانت رسوماته تزعل البعض وتفرح البعض الآخر، إلى أن تم اغتياله على تلك الأيدي الآثمة. هذه كانت أدوات ناجي العلي، وكل الصحافة والإعلام يستنى ناجي العلي بده يرسم هالكاريكاتير عشان يفهموا شو قصده. اختلفت الأدوات نتيجة لتطور العلمي والتكنولوجي. نزار استخدم الانترنت والفيسبوك والسوشيال ميديا، وأصبح يطل عليكم بمقاطع الفيديو المشهورة والمعروفة. نزار كان معلقا على الأحداث، وأتحدى إذا عمر نزار في يوم من الأيام سرب وثيقة أو ملف أو قضية من جهة ما. وهذا أخوي وأنا بعرفه. كثير من الناس كانت عندهم احتياجات ومظالم وإلى آخره، يقولوا لنزار خذ انشر لنا. عمر نزار ما نشر ورقة لا من مؤسسة مدنية ولا من مؤسسة عسكرية على اختلاف القضايا والمظالم الموجودة، كان فقط معلقا على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبلغة بسيطة بلغتنا العامية. لذلك نزار دخل قلوب وبيوت جميع شعبنا العربي الفلسطيني. من وين نزار كان يجيب هذه المعلومات؟ يعني احنا في قصة اللقاحات نزار لم يكتشف شيء جديد، نزار طلع علق عليها. قصة مسجد النبي موسى أو مقام النبي موسى، هذه أحداث كانت تطلع على الساحة، أحداث علنية، وكان نزار يعلق عليها بلغته وبمفهومه وبثقافته. ما كان يجيب وثائق وينشر على الفيسبوك وعلى تويتر وإلى آخره، فقد كان حالة عامة ناقدا عاما لجميع القضايا العامة اللي احنا كلهيتنا كنا نحكي فيها في جلساتنا وفي حواراتنا، ولكن نزار تفوق علينا واصبح يحكيها بشكل علني. ولم يكن نزار مطلوبا او مطاردا حتى لحظة استشهاده، وهي النقطة لازم نوضحها للجميع لأنها فيها مغالطات. يعني حتى لو كان مطلوب أو معتقل مش بالطريقة هاي، مطلوب أو مطارد. في بداية السنة شكل نزار قائمته الانتخابية واجتاز جميع الشروط الأمنية وحسن السيرة والسلوك ودفع الرسوم، وتربع على رأس القائمة السياسية، قائمة الحرية والكرامة. وبناء على ذلك كان الأجدر أن يتم التعامل مع نزار مثله مثل أي شخصية سياسية، وكلهيتنا كنا عارفين إنه نزار هو الأقوى سياسيا في الضفة الغربية ولا أحد ينكر ذلك، إلى أن تم إلغاء الانتخابات بالمرسوم في حينه. صارت عشرات المظاهرات والمسيرات، لم يترك نزار مكانا في الضفة الغربية إلا وزاره، بالإضافة إلى المظاهرات والمسيرات هون في رام الله، وهي بتنفي أي علاقة بموضوع أن نزار بنات كان مطاردا أو مطلوبا.
ليلة الاغتيال أو قبل الاغتيال قرر نزار أنه يعيش في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وهذه المنطقة الجنوبية هي المنطقة التاريخية لمدينة الخليل، وهي تشكل في مجموع مساحتها أكثر من نصف الخليل. استأجر بيت وبلش يعمر فيه ويجهز فيه، وبده يسكن عند إعمامه وعند قرايبه، لأنه في 2/5 تم إطلاق النار على غرفة نومه. طلع من البيت ليس مطاردا، ولكن قال أنا ما بدي أموت قدام أولادي، وما بدي أولادي يتأذوا بسببي. نزل عند العيلة، استأجر بيت وبلش يجهز فيه تمهيدا للانتقال والعيش به. ليش احنا بنقول اغتيال مش اعتقال؟ ليش احنا بنقول مش خطأ بالإجراء؟ انتم بتعرفوا نزار تم اعتقاله في السابق عشرات المرات، وكانت قوة نزار ومتعة نزار انه يوقف قدام القضاء. كانت الأجهزة الأمنية لما بدها نزار تتصل في عمي وتقول له بدنا نزار، ويجوا ياخذوه مش مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربعة، بالعشرات على مدار عدة سنوات، إلا المرة الأخيرة لا نعلم أنه مطلوب، لا نعلم أنهم بدهم إياه. الساعة 3:18 دخلوا عليه 14 جندي، كانوا أولاد عمي نايمين معاه. بالرواية اللي موجودة وكثير احنا كررناها على وسائل الإعلام حتى لا أطيل عليكم، ولكن أنا بدي أعلق بثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن نزار بنات استشهد ولم يعرف من الذي قتله وهو بين يدي الله. أربعتاشر جندي دخلوا عليه بثلاثة دقائق كان نزار متوفي. تخيلوا حجم الضرب بالعصي، العتلات، الغاز إلى آخره. وهاي مش بس روايتي، هاي كذلك رواية النيابة العسكرية والأدوات اللي تحرزوا عليها. شو هالاعتقال اللي بيتم بشواكيش وبمهدات ومواسير وعصي وإلى آخره؟ أنا مش عارف هذا اعتقال ولا ورشة ولا محدد بدهم يفتحوا في راس نزار. هاي هي أدوات الاعتقال. في 3 دقائق استشهد نزار. للأسف الشديد النقطة الثانية، لما أخذوا نزار السيارات غير قانونية، وانت بتعرفوا في بلادنا شو معنى انت تأخذ مواطن عادي وطبيعي بسيارة غير قانونية. مش عارف أنا كيف بنزلوا بسيارات مشطوبة ومسروقة وانت بتقول انه انت جهاز أمني. تبين انه السيارة اللي طلع فيها نزار هي سيارة مسروقة، هذا ما تبين لدى النيابة العسكرية. النقطة الثالثة، لم يتم التعامل مع نزار بطريقة إنسانية أثناء وجوده داخل جهاز الأمن الوقائي. يعني المفروض أنه في عندك أنت إنسان مغمى عليه أو بمثل أو في أي مشكلة، مباشرة بتتحرك بتطلب لسيارة الإسعاف وبطريقة تليق بالبشر تنقله على المستشفى. وهي الفيديوهات تم عرضها في الجلسة السابقة، معظم الصحافة والإعلام شافوها. كان نزار عاري الجزء العلوي من جسده، دماء تنزف منه ورامينه على وجهه، على وجهه كفي في ساحة الأمن الوقائي، وهم مش عارفين كيف بدهم يتصرفوا بعد هاي الجريمة النكراء. حملوه بسيارة عسكرية ورمونا إياه في
في مستشفى عالية، كان متوفى الله يرحمه رحمة الله عليه. احنا كعائلة قبل ما اختم نتعامل مع نزار على انه هو ابن للشعب العربي الفلسطيني. لا يمكن نختزل اسم نزار وقضية نزار ونخفي شيء، لهيك احنا كل اشي بنحكيه وبنحصل عليه من وثائق وصور وفيديوهات زي ما تعودتوا علينا رايحين ننشره، لن نخفي شيء، لأن نزار لم يقتل لخلاف مع شرطي أو مع ضابط أو مع شخص من عائلات أخرى. مشكلة نزار مع النظام السياسي، ومن الذي قتله هو النظام السياسي، وبالتالي واجبا علينا ولزاما علينا أن ننشر كل شيء. احنا كان بودنا يكون اليوم الاستاذ غاندي الربعي اللي هو الممثل القانوني للعائلة، ولكن مع الجو والجفاف اللي بنعاني منه الرجل مريض جدا فهو اعتذر، وكان بوده انه يلتقي مع الوجوه الطيبة، ولكن في الجانب القانوني انا ان شاء الله بغطي عنه وبحل عنه. شكرا لكم. نحن جاهزين، اي طالب عنده سؤال استفسار والله احنا جاهزين. قبل ما نعطي الكلمه للاستاذ سفيان، تفضل. الأخت بتسأل اللي ما سمعش سؤالها إنه في البداية كان في تفاعل شعبي كبير مع قضية نزار والآن بلش يضعف. تمام هيك السؤال؟ طيب. هذا السؤال فيه له إجابتين، أولاً إحنا كشعب فلسطيني يعني مليء بالأحداث اليومية بشكل مستمر. هذا بشكل عام. بشكل خاص أنا لأني في عين العاصفة بختلف عنكم شوية، ما زال التفاعل بازدياد، ولكن التواجد في الشوارع خف بسبب الضغط الأمني. عندنا ضغط أمني على الناس للأسف الشديد، وهذا أحد أسرار انسحابنا من المحكمة. يعني تجرتينا لسؤال ثاني، احنا من مبررات انسحابنا من المحكمة البيئة الأمنية المعادية، ما هو إما نزار تهمة، وإذا كان نزار تهمة خلص بلا منها هالمحكمة، فكوا هالمحكمة وروحوا كل هالناس خلص وانتهينا. نزار تهمة، لا يجوز انه انت جوا المحكمة تسوي محكمة وبرا بتعتقل الناس. المئات
من الموظفين تم استدعائهم للأجهزة الأمنية، الآلاف من الأشخاص تم استدعائهم، اللي بحط صورة للإزار، اللي بعلق على منشورات. يعني أنا كغسان وحكيت على وسائل الإعلام مش ملاحق، رايح جاي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وأنا أسلم على الناس وأهنيهم بالسلامة. الضغط الأمني على الناس اللي بتتعاطف في ملف نزار كبير جدا، وما زال حتى هذه اللحظة كل يوم في عنا اعتقالات سياسية تحت بند نزار، وهذا كان سبب رئيسي من أحد أسباب انسحابنا من المحكمة. ما لا يجوز برة تعامل الناس كأنهم مجرمين والتهمة نزار، وجوه تسوي لي محكمة تحت شعار محاكمة قتلة نزار. فالضغط الأمني هو اللي خفف الناس، ولكن مع ذلك الناس اللي بتيجي لبيوتنا حتى هذه اللحظة واللي بيتصلوا معنا مش ضروري يكونوا في الشارع ولا يعملوا مظاهرات، لا بل بازدياد. احنا حتى هذه اللحظة نستقبل التعازي في نزار، ما في يوم بمر دون اتصال او دون ناس ما تيجي علينا. شكرا. احنا بنعرف ان الاقتال نزار مش بس العناصر اللي بتنفذوا بالعدالات، احنا بنعرف ان الاقتال نزار هو نظام سياسي، فكيف بدنا نوصل لمحاسبه خاصه بالنظام السياسي؟ الموجودين في السجن بالنسبه لنا كعائله بنات، واعلنتوا مرارا وتكرارا، وهذا موقف مش رايح اتخلى عنه نهائيا، لانه انا كغسان ما بمثل نزار في المنطلق العائلي، لا في المنطلق الوطني. اللي موجودين في السجن هم عباره عن ادوات، نقطه سطر جديد. هاي الناس اللي نزلت لنزار ما بتعرف نزار، في من اعطى الامر وفي من وضع قائمه نزار، عفوا اسم نزار على قائمه مطلوبين، حتى أقصى النظام السياسي. لهيك ملف نزار طويل، وإحنا مش رايحين نوقف عند الـ14 واحد هذول الموجودين. كافة الوسائل النضالية داخل الوطن وخارج الوطن هي متاحة لنا، لأن كرامة نزار هي من كرامة الشعب الفلسطيني، وحق نزار من حق الشعب الفلسطيني. الموضوع مش شخصي ولو هو موضوع عائلي. الناس اللي نزلت في الشوارع وانضربت، البنات الصحفيات، هاي الناس كلها انضربت وانهانت وانحبست، وهذا شعارنا وهذا نضالنا. وانا بأكد كمان مرة، كرامة نزار هي كرامة الشعب الفلسطيني، واحنا مستمرين في نضالنا حتى نحقق هاي العدالة حتى آخر مستوى موجود. شكرا. سؤالك انه في احد الجلسات اخترقوا تلفون نزار، وشو شافوا في تلفون نزار؟ يا ريت لو لقوا شيء. اولا يعني في المحكمه احد الضباط قام وقال انه احنا اخترقنا تلفون نزار. كان المفروض من المحكمه مباشره كونه هذا الضابط حكى هذه الكلمه يتم تحويله للتحقيق. كيف انت بتخترق تلفون مواطن؟ وين امر القضاء؟ وين امر النيابه؟ وين التهمه؟ ما هو كمان بصيرش انه يعني المحكمه صار فيها مشكله، يعني اصبحت ملعب ومسرحيه. كيف ضابط بدخل بقول والله اخترقت تلفون نزار وما لقيتش فيه شيء؟ هذا هم اللي بيحكوه، مش كلام، هذا رايحين تشوفوه على الانترنت بالوثائق. لم يجدوا في تلفون نزار شيء، لا بل زور محادثة بين نزار وبين أحد الأشخاص الوهميين ونشروها على الإنترنت. نزار ريحهم، أخذ هذه المحادثة وهو نشر لهم إياها. لم يجدوا شيء في تلفون نزار، وهذا باعترافهم، ولكن إحنا في عندنا مشكلة، أصبحنا غير مؤتمنين لا على أعراضنا، أصبحوا غير مؤتمنين لا على أعراضنا،
ولا على خصوصياتنا يتم انتهاكها دون أي وازع قانوني ودون أي تهمة. أنت لما بدك تخترق تلفون إنسان بده يكون في قضية كبيرة وبدك تجيب أمر من النيابة وأمر من المحكمة وتجيب هاي التسجيلات وتعرضها، مش على مزاج ضابط هون ولا هناك يجيب له أي برنامج ويخترق تلفونات الناس. كان المفروض، وأنا هون بدي أجاوب عن الأستاذ غاندي، كان المفروض من قاضي المحكمة إعادة فتح التحقيق وجلب ذلك الضابط الذي اخترق هاتف نزار تحت أي مسوغ قانوني اخترقته، ولكن للأسف ضباط بيجوا بيحكوا في المحكمة بروحوا دون أي محاسب. تفضل. بس في سؤال عند ال في سؤال عند ال خليها تسأل. تفضل. شكرا. شكرا. يعني اول شيء هاي المحكمه مش مقتنعين فيها منذ البدايه، وهي محكمه مجتزئه ومنقوصه وعلنا ذلك في بيان رسمي، ولكن احنا يعني اكراما للشعب العربي الفلسطيني بمونوا علينا وقلنا لهم هاي احنا شهودنا وهي وثائقنا وهي فيديوهاتنا ونزار مهيوف القبر يعني، فشو المطلوب منا نحن جاهزين؟ قالوا خلينا نبلش في المحكمة نشوف لعل وعسى أنها تكون هاي المحكمة كاملة متكاملة وتجيب حق نزار. مشينا في إجراءات المحكمة، وأنا هون رايح أكون يعني واضح وضوح الشمس. في البداية كانت إجراءات النيابة وتحقيقاتها صحيحة وسليمة، والأستاذ غاندي أعلن ذلك، قال في البداية كان صحيح شو، ولكن بعدها انحدرت المحكمة وأصبحت مسرحا لا يليق بالشعب الفلسطيني. بعد انسحابنا للمحكمة حاليا يجري تحضير إلى إنشاء لجنة وطنية عليا لإدارة ملف نزار، تكون هذه اللجنة من كافة القامات والهامات الوطنية والقوى السياسية، نقول لهم هاي ملف نزار بين إيديكم وحق نزار عندكم وكرامة نزار من كرامة الشعب الفلسطيني، شو أنتو برضيكم إحنا كعائلة ما إلنا كلمة بعد كلمتكم، وهذا إن شاء الله حيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة. يعني احنا حاليا المحاكم الدولية، انا بالنسبة لي كغسال معها، والسبب انه السلطة كلهيتها تم انشائها من ضمن اتفاق دولي، فهي مشروع دولي تم تزويده بالاموال، هذه الأموال المفروض يتم بناء مؤسساتنا المدنية والعسكرية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن الفلوس راحت وانسرقت والناس انقتلت. هاي أنا قناعتي الشخصية بهذا الموضوع. لن نتوجه لأي مربع دولي إلا بعد الانتهاء من تشكيل هذه اللجنة الوطنية. شو بيحكوا احنا موافقين، لن نتخطى قرار شعبنا الفلسطيني. تفضل. عندي سؤال عن صفحات الانترنت اللي باسم نزار بنات غير صفحته الاصليه، هل في صفحات بتديرها العائله او يعني اشخاص على اتصال مباشر بالعائله؟ لانه يعني نشاط في هاي الصفحات طبعا اكيد محبين نزار كثر، لكن في كثير صفحات، هل في صفحه رسميه بتنزلوا فيها
بالنسبة لصفحات المرحوم نزار بنات في له أكثر من صفحة، ولكن بعد استشهاده جزء من الصفحات كانت موجودة على لابتوبه وتوقفت، يعني في وقفها الفيسبوك نفسه. يعني في بعض الصفحات بيدروها رفاق نزار، صدقا احنا كعائلة والله ما بنعرفهم ولم يتواصلوا معنا ولم نتواصل معهم، وخلينا الأمور متروكة كما هي لغاية يعني في نفسنا حتى نعرف احنا وين بده يروح ملف نزار القضائي حاليا، يعني لأنه هذول في جزء من الأشخاص بدناش نعرضهم لمخاطرة أمنية. حاليا الصفحة الرسمية المتحدثة باسم نزار وعائلة نزار غير صفحات الشخصية هي صفحة عدالة نزار، نزار العربي، موجودة على الانترنت، نحن كعائلة مسؤولين عنها وعن كل حرف بنزل عليها. شكرا. تفضل. بالنسبة للموقف العائلي من قبل العشائر الجنود اللي نزلوا، أولا الله يكون بعونهم ومصابهم صعب، ثاني إشي بأمان وبضمير، وأنا راح أتحدث بأمثلة، يعني هاي العائلات أجت علينا من اليوم الأول من استشهاد نزار وقدمت واجب العزاء دون استثناء، لا بل سموا المواليد اللي أجت بهذيك الفترة سموها باسم نزار، وفي إشي رسم جداريات على بيته، وفي جزء منهم ذبحوا الأضحيات عن روح نزار. فهذا موقف تاريخي ومشرف ويكتب بماء الذهب، لأنه شعب الفلسطيني شعب أصيل. هاي العائلات الـ 14 ما لهمش ذنب، عائلات الخليل حتى هذه اللحظة وبعد مليون سنة متعاطفين بشكل كامل مع قضية نزار بشكل كامل، لأنه قضية نزار هي أعدى القضية منذ قدوم السلطة حتى هذه اللحظة، واضحة وضوح الشمس، ما فيها روايتين، فيها رواية واحدة. وأنا يعني جزء من العائلات، نزار كان المحامي الخاص فيه اسمه الأستاذ شاكر طميزي، واحد المتهمين اسمه عزيز طميزي من نفس العائلة، عائلة القواسمة أحد المتهمين منهم، ولكن هذه العائلة حتى هذه اللحظة واقفة إلى جانبنا. عائلة الهشلمون رسمت جدارية وإلى آخره، يعني بديش أنسى حدا. عائلات الخليل موقفها رائع جدا ومشرف، لأنهم اعتمدوا سياسة، من نزل أو من ذهب إلى نزار بنات هو يمثل الجهاز ويمثل النظام السياسي ولا يمثل عائلاتنا، وهذا كان واضح من خلال تواجدهم مساندتهم للعائلة حتى هذه اللحظة. شكرا. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا سفيان جمجوم من مدينة الخليل، أسير محرر، أمضيت 20 عام في سجون الاحتلال. صديقي وزميلي وحبيبي كان الله يرحمه نزار بنات.
زي كل واحد آخر من كل أطياف الشعب الفلسطيني وجدنا مساحة من التعارف والاتفاق والاختلاف، إنك نتفق مع بعض ونختلف ونتراشق الكلمات زي ما احنا بدنا، زي ما بيحلولنا طبعا. لكن في نهاية النهار كنا نلتقي ونروح مع بعضينا ونروح رحل مع بعض ونكون أصدقاء بكل ما في الكلمة من معنى، سواء كان لونك أحمر أو أخضر أو أصفر أو أزرق أو كل ألوان الطيف. هذا الحلم اللي احنا نضلنا من أجله، نضلنا من أجل بلد بعيشوا فيه أولادنا بعزة وكرامة، بعيشوا فيه أولادنا بحلم إشي جميل لغد أفضل. هذا اللي للأسف بنشوفه بتبدد للحظات، وفي الآخر بنشوفه بعيونكم شيء آخر. نزار بنات لما استشهد خلق حالة فريدة من نوعها، خلق حالة يعني عابرة للفصائل، عابرة لكل الألوان. كليتنا بنجد مع بعضينا بنجد حالنا في صف دفاع متفق وصف دفاع واحد من أجل الحرية، من أجل العدالة اللي انتو كاتبينها، من أجل قيم متفقين عليها. هذه القيم هي ما فيش تنازل عنها، حتى لو بموت الإنسان، لو بدفع مقابلها أي ثمن مهما كان عالي هذا الثمن، هاي القيم ما في مجال للتنازل عنها. نزار بنات صديقي وصديقك وصديقنا جميعا، الألم اللي خلفه غياب نزار بنات لا يمكن وصفه ولا يمكن حده بحد، ولكن بنفس الوقت ماذا بعد؟ يعني حكى غسان كلمة من أول يوم، قال نزار مات، نزار بنات مات كجسد، مات ولكنه كروح وككلمة وكاستمرار هو منشوفه في عيونكم هذا الشيء وبإنجازكم. أنا يعني اللي بطلبه من كل شبابنا، بالذات شباب بيرزيت، شباب بيرزيت اللي كان معروف عنهم الصلابة المميزة في مواجهة كل الأخطار، وأنه يكونهم دائما موجودين في كل الساحات وبكل الميادين وبصوت عالي وبصوت قوي، يكونوا دائما صوت نزار وصوت كل الأحرار. يعني في بالنسبة لعائلات الخليل، سألت الصبية أو الأخ، عائلات الخليل احنا منشوفها ومنشوف الأسى والوجع اللي موجود على مقتل نزار بنات، وهم موجودين دائما موجودين. الحال اليوم فيها نوع من الغمام، ولكنه حقيقة هو كالجمر تحت الرماد. الغضب الموجود في قلوب الناس غضب صاخب مش سهل، وعلى كل الناس قراءة هذا الغضب القراءة السليمة، إن هؤلاء الناس لن يتنازلوا لا عن دم نزار ولا عن حق نزار ولا عن كل الأحرار الذين سيأتوا بعد نزار. هذا الصوت الذي كان صادحا بالحق الذي تكلم به نزار هو استمرار لحالة ثورية وحالة وطنية وحالة ثقافية. استطاع نزار أن يبث هذه الدماء الجديدة في الجسد الفلسطيني. نزار يعني في يوم من الأيام شعرت إنه هو بحس بالخطر، ولكنه دائما كان ما يتردد على المواصلة. كان بإمكانه في أن تلاحظوا أنه في آخر أشهر أو في آخر شهر حتى في آخر أسابيع هو كثف حالة نقده، ما كان عنده تراجع، لأنه الثائر ما بتراجع، لأنه اللي عنده كلمة حق ما لازم يتراجع عنها. بالفعل نزار شكل حالة فريدة في الوعي الفلسطيني، شكل نموذج فريد من نوعه، ولكن هذا النموذج ممكن أن يتكرر ويتكرر ويتكرر. تحياتي لكم جميعا. من هنا من جامعة الشهداء نرسل رسالة واضحة إلى سلطة أوسلو وأجهزتها. بلادنا لا تقوم على السحر والقمع، شعبنا لا يحسن بالجراوات، بلادنا لو قبلت الظلم لخضعت لهذا الاحتلال، ولكن
وحركتها بركان مستقرة. هذه هي فلسطين. تقدم لكم من تم الاعتداء عليها من قبل أبناء الجزيرة، وهي تكمل صرخات الثوار، وهي تكمل صرخات الثوار. هي من نقلت الصورة والكلمة، هي وباء الصحفية للأحرار. الآن مع الصحفية سنة حمال لتحدثنا عن الاعتداءات التي تحرك على الصحفيين بشكل يجب التجربة الصحفية أن يبدأ بها الشهيد الجابر. تفضل مشهور. شكرا كثير، مرحبا جميعا، يسعد مساكم. يعني بداية أنا ما بدي أعيد سرد الأحداث اللي صارت، لأن الجميع كان متابع لتفاصيل القمع اللي شهدت التظاهرات في مدينة رام الله خاصة بعد اغتيال الشهيد نزار بنات. بس اليوم إحنا بنعيش استمرار للقمع واستمرار للعنف. إحنا ما بنشاهده بالشارع وبالميدان، ولكن إحنا بنلاحظه بشكل ملموس واضح، وخاصة بالإعلام المحلي، وهو انعكاس لحالة العنف اللي صارت وحالة القمع اللي استهدفت الإعلام اللي كان متواجد كصحفيات وكصحفيين. وكان القمع، يعني قمع التظاهرات، بدأ بقمع الصحفيين والصحفيات بهدف أساسي هو حجب الحقيقة اللي قاعدة بتدور في الميدان، ومنع نقل الصور اللي كانت موجودة. وكانت الأجهزة الأمنية واعية كثير لدور الصحفيات تحديدا والصحفيين والناشطات والناشطين اللي كانوا يستخدموا هواتفهم في توثيق التظاهرات، وهي الآلية اللي دائما بنستخدمها في توثيق الانتهاكات اللي بتصير خاصة في الميدان ونقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، والدور اللي المؤثر لنقل هاي الصور وهاي الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بتجربة حراك ارفع العقوبات والقمع اللي صار للحراك وما أتبع بعدين من يعني التفاف حول حراك ارفعوا العقوبات ورفض للانتهاكات والاعتداءات اللي بتقوم فيها السلطة الفلسطينية. فاليوم كان يعني قمع تظاهرات بعد اغتيال الشهيد نزار بنات كان هو استمرار، اولا جاء ضمن سياق مستمر للعنف والقمع اللي بتمارسه السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها لليوم، واللي كان في تصاعد، كان في تصاعد ملحوظ وعنيف جدا من اغتيال الشهيد نزار بنات، وما تبع بعدين الانتقال للميدان والقمع العام والجماهير وقمع الجماهير اللي خرجت رافضة للاغتيال. فالقمع كان بالأساس هو قمع للفكرة، لفكرة رفض كل شيء بتمارسه السلطة الفلسطينية من انتهاكات من فساد. وكان قمع الصحفيات والصحفيين واستمرار لقمع فكرة نزار بنات بفضح هاي الانتهاكات والتجاوزات بحق المجتمع وبحق الفلسطينيين، بحقنا إحنا كفلسطينيين. فكان القمع اللي مارست السلطة هو جزء أساسي من الاستمرار في ارتكاب هاي الانتهاكات والتجاوزات بشكل مستمر. طبعا زي ما حكيت أن يعني أثر هذا القمع هو أثر كان طويل المدى وهو أثر مستمر اليوم. إحنا اليوم بنلاحظه بشكل يعني واضح كثير بوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام المحلية، بتغطية قضايانا الداخلية، قضايا الفساد، قضايا الاعتقال السياسي. يعني إحنا في عندنا تصاعد بحالات الاعتقال السياسي اليوم، الإعلام بتراجع عن دوره بتغطية قضايا الاعتقال السياسي، بترجع عن دوره بكشف الفساد، وهو جزء من الأثر المستمر للقمع الممارس ضد الصحفيات والصحفيين. وهو طبعا قمع مش جديد ضد الإعلام، هو قمع مستمر منذ سنوات، بدءا من اعتقال الصحفيين وملاحقتهم واعتقالهم سياسيا وإلفاق التهم العديدة للصحفيين، وأكيد أنتم يعني عارفين بعض النماذج، وصولا لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية. واليوم واللي كان ذروة هذا القمع
في شهر حزيران. يعني القمع هو دائما مستمر اتجاه الإعلام الفلسطيني المحلي، وهذا اللي يعني اليوم كمان بنشهد تأثيره على دور الصحف الفلسطيني بتغطية قضايانا للخارج ونقل صوتنا للخارج، ومدى تأثير القمع المستمر على الصحفيين والصحفيات في أداء عملهن المهني والصحفي. فيعني هذا القمع هو قمع مستمر، وكان الهدف منا يعني هو خلق حالة ردع للصحفيات والصحفيين ضمن دائرة وضمن حقل الإعلام، وبعدين الانتقال لخلق حالة الردع. يعني استهداف الصحفيات كان يعني هدفها كمان خلق حالة ردع للنساء وللمرأة الفلسطينية ونشاطها المهني ونشاطها السياسي ونشاطها الاجتماعي. وإحنا كمان يعني كصحفيات إحنا دائما بنطلع نحكي عن وننقل روايتنا، وكمان تأكيد على أهمية دورنا في نقل صوت المتظاهرات أيضا اللي تعرضوا لذات العنف وذات القمع، العنف الجسدي بالضرب والتحرش وما ألحق بعدين على من تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والتنمر المتواصل والتهديدات المستمرة للفتيات والناشطات وكمان العائلات والضغط اللي يستخدم طوال الوقت. فبالتالي السلطة الفلسطينية طول الوقت والأجهزة الأمنية استخدمت عقلية ذكورية في قمع الصحفيات وقمع النساء، واللي هو كان واضح جدا بقمع تظاهرات حزيران. وإذا كان هذا الإشي بأكد فهو بأكد على إشي مهم اللي هو دور النساء ودور المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات وتأثيرها اللي بنشوفها واضح جدا في الميدان وفي الحقل السياسي وفي الحقل الاجتماعي وفي الحقول المهنية المختلفة. وبس تقريبا يعني أنا هيك بدي أحب أنهي أن بس يعني القمع المستمر كان هو واللي مستمر اليوم واللي إحنا لساتنا بنمر فيه هو قمع يعني مستمر طالما ما في تصدي لهذا القمع، وهي مطالباتنا المستمرة وتوصياتنا المستمرة بالتحرك الجماهيري وأيضا النقابي والحقوقي للتصدي لهذا القمع وتاحت لنا حقنا بممارسة مهنتنا كصحفيين وصحفيات، وأيضا ممارسة حقنا بالتعبير عن رأينا وحقنا بالتظاهر كفلسطينيين. شكرا. والآن نعود بأستاذ حسان برات ليطرح علينا تفاصيل بحث محاكمة احتجاج الشيخ نزار برات. نرجع للمحكمة. المحكمة يا أخوان، إحنا لمعلوماتكم في الضفة الغربية تقريبا عدد المحامين اللي انضموا لملف نزار كمتطوعين تقريبا 482 محامي. تخيلوا 482 محامي موجودين عندنا من الضفة الغربية وغيرهم من غزة تحت قيادة رئيس الفريق القانوني الأستاذ غاندي الربعي، بالإضافة إلى العشرات من المحامين الدوليين في الأقطار والبلدان العربية مثل الأخت والرفيقة بشرى خليل في لبنان، كذلك في سوريا، في الأردن، في كندا، في السويد، في بريطانيا، عشرات من المتطوعين. السؤال اللي احنا بنسأله، يعني معقول هذول الناس اتطوعوا بصالح قضية نزار عبثا؟ لا، الجواب واضح، لعدالة قضية نزار ومدى كبر حجم وفداحة هاي الجريمة.
لأنه كان واضح جدا أنه اللي أعطى الأمر باغتيال نزار لا يعي ولا يستوعب حجم هاي الجريمة اللي نفذها. فيما يتعلق بالمحكمة، احنا منذ البداية كان لنا موقف، بلشت من الجلسة الأولى والجلسة الثانية، لما جينا على الجلسة الثالثة طبعا بدايتهم كانت غير موفقة، الجلسة الأولى ما عقدوهاش ليش؟ قال المحامي مريض شفاه الله. يعني معقول انت بتعد حالك نظام سياسي طويل وعريض وجاي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والشخصيات الوطنية وإلى آخره، فجأة بتقول لهم روحوا المحامي مريض؟ هذه كانت الجلسة الأولى. رحنا على الجلسة الثانية، طبعا احنا كعائلة لم ندخل المحكمة ولن ندخلها لأنه نحن لا نجتمع مع القتلة تحت سقف واحد. كلما اقتربت جلسة الشهود ازداد الضغط الأمني علينا. يعني أنا مش فاهم كيف محكمة ما بتقدر تحمي شهودها ولا تحافظ عليهم. الشاهد الرئيسي كان حسين بنات وهو ابن عم نزار ومريض، بتم اعتقاله هيك وفجأة دون أي تبرير ودون أي تهمة واضحة. هذا دليل على أنه إحنا المنظومة الأمنية اللي عندنا كلها هيتها بدها إعادة بناء من الأول وجديد. العقيدة الأمنية اللي عندنا أصبحت مصدر خطر علينا. يعني معقول أنت مواطن عادي تجيبه هيك تحشر 10-15 يوم من غير أي تهمة وخلص وبعديها روح؟ طب فما بالك لما يكون هذا المواطن هو شاهد رئيسي في جريمة اغتيال نزار؟ في الجلسة التي تليها تم مهاجمة هذا الشاهد والتطاول عليه في ظل صمت من المحكمة، واتهموا انه شاهد زور. على ايش شاهد زور؟ اذا انت تقرير الشرعي التقرير الطبي اللي عندك بيحكي نزار توفي نتيجة لتعرضه لمجموع ضربات تساوي 22% من مساحة جسمه خلال 3 دقائق، انت اللي بتحكي، الطب العدلي الذي يتبع لوزارة العدل هذه روايتهم وأنا موافق عليها. خلال 3 دقائق توفي نزار وقدام ابن عمه ونزار نايم، وبالمناسبة حسب التقرير الطبي اللي بيحكوه هو وفاة نزار كنسبة 60% كانت منذ العتلة الأولى. يعني إنسان نايم تنزل عليه بعتله وعلى راسه. كان المفروض من الإخوة، وإحنا ما مننا نطب في القضاء، وأنا بالنسبة إلي كغسان وعائلتنا محافظين على مسافة بيننا وبين القضاء، لن نهاجم أي قاضي، مستحيل نعملها شو ما كان قرارهم شو ما بدهم يعملوا. بس كان الأفضل والأصح، وأمام المجتمع الدولي حتى الناس حتى المجتمع الدولي يأخذ عنا فكرة إنه شعب نصلح إنه يكون عندنا دولة، لأنه بالطريقة هاي إحنا أسأنا لأنفسنا. مش بس موضوع نزار، بتم التطاول على شاهد رئيسي، خلص بتسجل أنت هذا التطاول وبعدها الشاهد الرئيسي يا بسامح الطرف الآخر يا بيرفع عليه قضية. أما هيك تنترك الأمور وبدخل ضابط بقول لك أنا اخترقت تلفون نزار وما لقيتش عليه إشي، وضابط آخر في إفادته عند النيابة العامة عند بدء التحقيق بقول نزار لم يكن مطلوبا ولا مطاردا وما في عليه تهمة ولا توجد مذكرة إحضار ولا مصادرة ولا تفتيش ولا إشي. طيب شكرا لك، ممتاز. في المحكمة بغير أقواله، نزار المجرم، نزار ونزار ونزار ونزار.
وهذا ضابط برتبة عقيد، لا يجوز أن يغير إفاته لأنه يمثل دولة، يمثل نظام سياسي، ما بصير يعني، مش ولدن هي. هاي الناس كانت تدخل وتطلع وتقدم إفادات دون حسيب ودون رقيب، لذلك احنا انسحبنا من هاي المحكمة، ولا يعنينا شو اللي بجرى وشو نتائجها. ماذا بعد؟ ملف نزار بنات ما بيحلوا ضغط أمني على العائلة، بالمناسبة احنا كل هيتنا مطلوبين على مزاجهم، يوم مطلوبين ويوم مش مطلوبين، ولا بتحلوا قضايا وعشائر ولا بتحلوا فلوس. من وين بدها تيجي الفلوس؟ يعني معقول احنا كعائلة بنات ناخذ فلوس من السلطة؟ طب ما هي هذه الفلوس للشعب الفلسطيني، شو ذنب الشعب الفلسطيني يدفع فلوس لنزار او عائلة نزار؟ ليش هو الشعب الفلسطيني اللي قتل نزار؟ مستحيل ولا بأي حال من الأحوال يتم مقايضة نزار بأي مبلغ مالي. وإذا هم بيفكروا فيه فلوس، هذه الفلوس للشعب الفلسطيني، احنا ما بنمد ايدينا على فلوس شعبنا الفلسطيني. الحل كالتالي، حتى نخرج من هذا المربع، فقط إعادة إعلان مرسوم الانتخابات لكل منظومة السلطة الفلسطينية وكل منظومة منظمة التحرير. الوضع الموجود حالي غير صحيح وغير مقبول، وأصبحت هنالك فجوة بين الناس وبين هذا النظام السياسي. وقف الاعتقالات السياسية وإعلان مرسوم الانتخابات لكافة مؤسسات شعبنا الفلسطيني، وليكون دم نزار ثمن لحرية شعبنا الفلسطيني. هيك احنا بنقبل، وهيك بيكون كرامة نزار وكرامة الشعب الفلسطيني رجعت. اما محاكم بالطريقة هاي واعتقالات سياسية، ضغط امني على الموظفين، على كل الناس، سيبقى ملف نزار مفتوح، ونحن كعائلة ليس لنا الحق في المفاوضة أو المساومة أو بيع أو شراء في ملف وفي قضية نزار بنات. لا يوجد لنا كلمة بعد كلمة شعبنا الفلسطيني. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. لا شيء يساوي في تقدير، لا شيء يساوي في تقدير من ضحى من أجل الحرب أو من ضحى وقمع من أجل دفاع الحرب. أما الآن أدعو رفيقنا من بغوثي سكرتير محافظة رام الله لتكريم ضيوفنا الكرام، فليتفضل مشكور.
ونشكركم أنتم زملائنا وزميلاتنا قدام دفاع الشهداء، ونعيدكم أن تكون كافة أشخاصنا نوعية كما هذا الأخوة.